حكي الحكي هذا هون رحنا احنا من قاتل. استاذ حسان لما بيقول السيد نصر الله انه حتى الان نحن نحسب حسابا للمصالح اللبنانيه، لكن اذا شنت الحرب على لبنان فان مقتضى المصالح اللبنانيه الوطنيه ان نذهب بالحرب الى الاخير من دون ضوابط. هذا الكلام عم نحسب حساب للمصالح اللبنانيه. هل قواعد الاشتباك لحد هلا وحساب المصالح اللبنانيه رح يضل ساري المفعول؟ لأيمتى حيضل ساري المفعول؟ أول شيء اليوم القتال من أجل استعادة الأرض هو مصالح لبنانية، القتال لردع العدوان هو مصالح لبنانية. اللي صاير اليوم هو قواعد الاشتباك اللي هي بتنكسر شوي وبترجع بتتصلح، هي لها علاقة بموازين قوى أقليمية كبرى. ليش نحن كمان يعني استاذ ريشار ما حلوي انه تقول ازرع ايرانيه، ما بكره حدا بيقول لك انت زراعه مدري شو هيك. لا من زراعة شو انا خيي، لا هن زراعة ايرانية. يا مثل ما انت حسان عندك القدره ترمي اتهامات واضح الخارطه بالمنطقه، حقك تقول بدك ايه عن نفسك. لا الخارطه مثل ما انت عندك حق تتهم غيرك، بس هو لحظه بس ما هو ما عنده صواريخ وما عنده بالمنطقه يا ما عنده جيش خريطه يعني بالمنطقه. اذا بدنا نغمق ما نحكي كل طرف ليش من وين تمويله، ومعروف كل طرف صارت امنيا مع مين شابك، ومعروف معروف كل شيء. ما شابكين مع حدا، ما نحن والله ضميرنا مرتاح، ما شابكين مع حدا. انت رئيس جهاز علاقات خارجيه بالقوات، ما حدا خيي بغض النظر. استاذ شار اسمح لي بس حتى نكفي الفكره، خلينا نكفي شغله. والله ما عم نقاطع، والله ما عم نقاطع، بس خلي يقول هي خارطه شو. الاستراتيجيه الايرانيه اصبحت واضحه في المنطقه يا حسن. الاستراتيجيه الامريكيه الاسرائيليه مشروعه بالمنطقه خلف، يعني انت لك حق لك حق يا استاذ ريشار تتقاطع مع عدوك وما له. اسمح لي لحظه اسمعني منيح، لك حق تتقاطع مع عدوك وحزب الله ما له حق يتقاطع مع حليفه؟ ليش هذا الحق؟ بس هو وين الحق الحصري بالموقف؟ يعني اليوم نحن بحالة حرب قبل غزة يا حسان، موقفنا قبل غزة. هو الصراع مع إسرائيل بلش امبارح، موقفنا من الصراع مع إسرائيل مبلش ببلادنا من 58 ومن 47. عم تحكي عن الجيش وقت ضرب الجيش، وقت اجى الجيش الإسرائيلي ضرب بفيروس، بس ما نرجع كثير لورا. لا ما هو فيك ترجع ساعة البدك لل 2006، بس ما فيك ترجع لل 90. لوين فينا نرجع؟ أنا بدي رجعك على 2000 مش على 2006. ما هي السياسة؟ سألتني سؤال بدنا نكفي، كفي لي الفكرة، كفي الجواب، كفي لي. يعني الكلام ببناء الدولة، أول شيء الدولة مستغنية عن كل وظائفها بلبنان، مش بس يعني مستغنية عن الزود عن الحدود، ما هي الدولة متنازلة عن وظائفها بالاستشفاء وبالطبابة وبالتعليم. عم بحكي بالمبدا يا حسام، مش عم بحكي عن دولة نجيب ميقاتي، عم بحكي عن الدولة اللبنانية بالمطلق. ما فيك تبني دولة بلا او بدنا نبني دولة كلنا سوا، دولة الطوايف اللي عم تحكي فيها منا دولة، هيدي قبايل. اذا بدك دولة عن جد بتقول بدي الدولة المدنية. بس كفيلي فكرتك، كفيلي فكرتك. عشان هيك نحن اليوم الدولة متنازلة عن وظائفها، ويلي اخذين دورة الطوايف فاشلين بكل شيء والنتائج واضحة. في حدا اخذ وظيفه الدوله بالزود عن الحدود وناجح؟ يعني قالوا الاستاذ محمد انا بايده فيه. خلينا خي حزب الله، انا ماني مع حزب الله يتدخل، انا مع كل الاحزاب الطائفيه تنحل ضمن حزب الله. بس خلي حزب الله كونه هو على الحدود بالمقاومه نجح، يا خي نعمل له اوت سورسينج. استاذ محمد، استاذ محمد انا بس بدي اسال كمان استاذ دشال مره ثانيه، لانه هذا المنطق الاخر. نحن في منطقه حرب هلا بكل المنطقه من باب المندب ل يا خيي ايه، بس انت عم تقف حالك بالحرب. نحن في منطقه هذا بعين الاعتبار، انا بدي اخطا في الحرب. بدي اطلب له قوه دعم للاستاذ ريشار. لا لانه ما في الا اثنيناتكم صابين ضد كلنا على البطل. نقاش حلو، نقاش اخطا حزب الله بدخول هاي الحرب، ولكننا هلا بمنطقه حرب. خلينا ننتبه بنفس الوقت انه هي منطقه تفاوض ايضا، الايراني عم بفاوض الامريكاني. طيب والحزب بلع اغتيال العروري بسبب مثل ما قال استاذ جون قبل شوي، في طلب من بايدن ومن من اركان التفاوض الايراني الامريكي انه ما تردوا على نتنياهو هلا لانه بده يجركم على حرب. سؤالي هو انطلاقا من انه نحن مع المقاومه يا استاذ جورج بقلب الحرب، وانطلاقا من انه ما بيصير بلحظه الحرب نشكك، وانطلاقا من انه بدنا نعمل هويه وطنيه تشرع السلاح وتخرجه من المعادله، من معادله صناعه السياسي او الدم الداخل، فينا نسال حزب الله من بعد 100,000 صاروخ و100,000 مقاتل ماذا فعل ل100,000 نازح في لبنان؟
أهل كل هاي القرى الحدودية، أنا عم خبرك، بلا مال وبلا عمل وبلا أكل وبلا شرب وبلا كرامة وبلا بيوت، اللي عم بينام عند خالته واللي قاعد عند عالم واللي صار له 3 أشهر بلا شغل، العدد قد ايه تحديدا؟ يعني عم بيقربوا 100,000. ما في إحصاء رسمي. سؤال، هل أجرت الدولة إحصاء رسميا؟ هل أجرت حكومة ميقاتي إحصاء رسميا؟ في مساعدات توزعت حول العالم؟ صار القوات اعترضتوا على مساعدة النازحين، زعلوا على 10 ملايين، خليني بس اعتبرتوا انه لازم حزب الله يساعدهم. خليني كفي، احنا نحمل حزب الله. ناس ناس جاعت وانزلت بحرب من اجل الكرامه، مش هيك؟ ناس بلا اكل يا حزب الله، ماذا فعلت؟ هي مسؤوليه. خبروني وزعوا 100 دولار على العيال من 3 اشهر لهلا، من اسبوع ب 100 دولار بتعيش العائلات. في 100,000 نازح تقريبا، اقل شوي اكثر شوي. استاذ محمد، هولي مسؤوليه الحزب ولا مسؤوليه الدوله؟ هولي الحزب الذي يقول انا اقاتل بدلا من الدوله. لما قال للناس اظهروا، عليه ان يقوم ان يتحمل عليه ان يتحمل مسؤوليه. شو مطلوب منه كمان؟ عم لك شو يقاتل عن الدوله بده يعيش الناس؟ ما حدا طلب منه، هو تطوع ليدافع عن لبنان. في 100,000 شخص اليوم تقريبا، وهودي الناس بلا اكل وبلا شرب، مستعدين داعمين، وعم يسمعونا. هودي الناس داعمين المقاومه بكل موقف. هول ال 100,000 اليوم، هول ال 100,000 نازح هن اهم شيء بلبنان. تنسمع بشو عم بتذكروني بحرب التحرير يلي عملها ميشيل عون مع حفظ الالقاب من زمان بال 89، لما من بعد ما فشل ميشيل عون. يرجع بالتاريخ الان. لحظه بس، هيدي بدك تاخذ بعطينا المدى الزمني بدك تحط الخط بدك تبي غير تبي قبل بعد. لما بتاخذ عبر من التاريخ بيكون، لانه التاريخ اليوم هو سياسه الامس. انا مع العبر، فبتاخذ مع العبر. خليني اقول لك شغله بس ما كثير ترجعوا لنا. ما راح ارجع لك كثير. بس ميشيل عون بعد ما فشل باخذ موافقه السوريين يعملوه رئيس جمهوريه، بيقوم بيعمل حرب تحرير بال 89. فنحن بوقتها حرجنا انه خي حرب تحرير شعارات ضد سوريا اللي هو عدونا وكان يحتل لبنان. عمالك صح. فوضعنا امام مأزق، وضعنا امام مأزق، وضعنا امام مأزق انه خي بتأيدوا ولا ما بتأيدوا. اضطرينا نأيدوا لانه والله انه خي عم بيقاتل السوري، ولكن لو عم بيقاتل الاسرائيلي ما حرج. اللي عمله ميشيل عون، حط لي اسرائيل على جنب، اللي عمله ميشيل عون بدك ترجع بالتاريخ شوف انه عمل حرب تحرير دون اي استراتيجيه، دون اي افق استراتيجي، ودون اي بعد. طيب هيك بدنا اللي عم بيعملوه الشباب اليوم ذات الشيء. اليوم حزب الله ولو عم بيقاتل العدو الصهيوني، كيف انتوا تمام؟ كيف انتوا عم بتقولوا لا ما لازم يقاتلوا بالوقت يلي في حلول اخرى؟ هذه استراتيجيه خطا. الاستراتيجية المضبوطة هو دعم الجيش اللبناني لينتشر على الحدود. صلحوا الجيش اللبناني. أمريكا صار لها 25 سنة من 2000 ويمكن قبل عنده بتقول عنده انه سلاح الحزب ما بيسوى. يا خي صلحتوا الجيش. عنده كامل الأهلية جيش عم نحكي اليوم على راس الجيش اللبناني، ما توقعني مع الجيش. يا محمد سؤالي، هل يطالب بتسليح الجيش؟ أنا أطالب بتسليح الجيش. هل يمكن تسليح الجيش وتحويله إلى جيش مقاتل؟ أنا بضم صوتي لصوتي. أستاذ ريشار، عم نحكي فوق بعض. عم بسألك سؤال، هل يوجد بأدبيات القوات، هل يمكن حضرتك مسؤول علاقات الخارجية بالقوات، هل لما بتحكي مع المفادين الدوليين ومع غيرهم تطلبوا منهم تسليح الجيش اللبناني؟ أكيد. أنا بدي شيل حزب الله اللي معه 100,000 صاروخ، يعني عملنا وجيب نقايفات يعني على عملنا الجنوب. عملنا لوبينج بواشنطن و100 دولار، عملنا لوبينج لدعم الجيش اللبناني. لا، الجيش اللبناني ممنوع. خلينا نروح على السياسه. ممنوع ليك الجيش اللبناني ممنوع يتسلح. هو جيش يستحق انه يكون جيش لبنانيين كلهم، ولكنه جيش ممنوع من التسلح. ليك الجيش اليوم عم نحكي نحن عن جبهه الجنوب. الجيش مؤهل اليوم بوحدة لبنان الداخلية، بالدعم الشعبي. عم اهلك مش عم بحكي شعر، بالدعم الشعبي. بدنا سلاح، عم لك بدنا سلاح، مش شعارات. انه هيدي الصواريخ اليوم سوف تردع اسرائيل عن قصف المناطق اللبنانية فيما لو نتنياهو اخذ قرار اذا قادر تقصف تل ابيب ايه رح يحسب حساب انه ما اكبر ما عندهم عفوا عندهم الصواريخ. معلش لك مشاكلكم المسيحيه. هل استطاعت هذه الصواريخ ان تردع
إسرائيل من أنه تقتل الموسوي وتقتل ابنه لمحمد رعد مع القياديين وتقتل العروري مبارح بالضاحية؟ هيدي يعني شو؟ الاستشهاد جزء من المعركة يعني من الحرب. لا لا يعني وقوع شهداء هذا جزء من الحرب. سيد رشار بسبب الناس عم نقول حقائق مش بالديماغوجيا. بسبب جزء من الخلافات المسيحية بيجي أهم مسؤول بوريل بالاتحاد الأوروبي بيقعد مع رئيس الجمهورية محمد رعد. اجا يفاوض محمد رعد. ايه يفاوض. شو عاملين انتوا وينكم؟ انتوا اكبر كتله بالبلد، حدا عم يحكي معكم؟ عم بيفاوض يلي موجود بالجنوب، عم بيفاوضوا لانه موجود هنيك. انتوا موجودين بالبلد ما هيك؟ ليش بدك تشوف؟ لا هلا ما كمان ما سؤال، وين رئيس الجمهوريه؟ وقت يجي لودريان ما تاخذني بس بحزب الله. بس اغلى شيء على قلبه كان اخر فتره كان حزب الله. ليك اذا ما التقاهم بكون عم يلتقي بوسطاء عم بيوصلوا لهم ويتبادل معهم. ما تاخذني على غير محل. خليني مهمة هؤلاء الموفدين هن انه عدم حصر الحرب بس بغزه. هلا بدي انتقل للمفادين وال1701 ولكلام السيد نصر الله، بس قبل بدي اسمع الاستاذ حسان. انا بدي اقول له للاستاذ اشار عم بيقول انه وين استراتيجيه. اول شيء اللي صار بغزه لا تقرا نتائجه ثاني يوم، هذا تقرا نتائجه بخمس سنين وبعشر سنين. بدنا نشوف هالامور بابعادها الاقليميه. واليوم اللي عم بيصير ما بعرف اذا متابعين، وحضرتك اكيد عم تتابع شو مصرحة وزيرة الخارجية. قرأنا بال2006 كمان قلنا 10 سنين. والله ما بقاطعك شو اي وزيرة الخارجية الفرنسية وقت اتصلت مع وزير الخارجية الايراني امبارح. مش بس هيك، يعني عم تحكي عم بتهاجم اسرائيل، عم بتقول انه ما فيها تكفي اسرائيل بهالطريقة. عم بيتغير اليوم الموقف الدولي الامريكيين. حتى بوريل امبارح قال صحيح انه يعني في اساليب ثانيه غير حرب. الامريكيين نفسهم بلشوا ينزلوا نتنياهو عن الشجره، والمؤشر الاساسي اللي بده يبين بالتبدل هو وقتها بتفرض حكومه نتنياهو. وهذه امور كلها جايه واحده ورا الثانيه مع الوقت. لا في شيء استراتيجي كتير كبير عم بيصير استاذ ريشار. وانا بتمنى اسمح لي بس جاوبني على هذا. حجاوبك. انا عارف شو بدك تسال. الجنوب ما عم بقلك عارف شو بدك تسال. جبهه الجنوب هي اللي عامل كل انا عارف شو بدك تسال وحاوصل. هيدا التبدل الاقليمي الدولي اول شيء في كتير اطراف ما عارفه فيه وما عم تعرف تويك، ويمكن يصير فيها مثل ما صار فيها بالتسعينات، وبتعرف شو قصدي. انا اللي عم بقوله لا خلينا كل اللبنانيين نكون مجمعين حول دعم قوتنا، نوقف موقف موحد خلال الحرب، لأنه اللي جاي على المنطقة واضح شو هو. في اتفاق أمريكي إيراني عم بيتحضر وعم بيوصل على مراحل متقدمة. الأمريكيين باعوا حلفائهم بالتسعين مش هيك؟ ومستعدين يبيعوا حلفائهم الأمريكيين. يعني أنه أخر بالأرشيف هالمرة شو تسعين أفغانستان مبارح. ايه يعني اذا ما تعودنا نرجع لورا كثير على ضيق. المطلوب شو المطلوب؟ المطلوب انه نحن اليوم ما ننجر لحسابات الخارج والانقسامات الداخليه. نحن اليوم قادرين نتوحد وراء مقاومه عم بتقاتل من ضمن استراتيجيه كثير كبيره بالمنطقه. صحيح استراتيجية مين؟ أي استراتيجية؟ استراتيجية العلاقة باستعادة يا عمي إسرائيل عم تناقش تسليح المستوطنين كلهم. ايه بس هيدي توزيع سلاح على كل العالم. احنا بدنا نتناقش. انا همي خيي احمي لبنان. خيي كيف؟ قال لي كيف؟ انا همي رد هذا الخطر عن لبنان. كيف؟ قال لي كيف؟ خيي في قرار في جيش لبناني مش عم تفهموا عربي. ايه بس استاذ هشام عم بقول لك عربي. انا مخبرني بدي ارجع ل 72، بال 72 كان ياسيبا وزير دفاع. راح عزموه الاتحاد السوفيتي الله يرحمه، عزموه الاتحاد السوفيتي ليروح يجيب دبابات دي 52. وافق. الظروف مختلفة. هلا بخبرك على الياس المر، بخبرك على الياس المر شو صار معه. راح عرضوا عليه 500 دبابة مع مينتنس سنتين. ايه ب 72 72 وصل على لبنان من زيارته لموسكو، بيجي لعنده السفير الامريكاني بيقول له شو رايح تعمل هنيك؟ بيقول له والله عرضوا علينا ببلاش. معروف. قال له بس قال له بس كيف انه نحن بنصلح الجيش؟ قال له بس هوديك ببلاش. قال له هيدك ما عم تفهم علي، اذا ما بتوقف الصفقه انا ما بعود رد اسرائيل عنك. مش اجتنا العروض على الياس المر بالميج من روسيا، مش اجينا العروض من كذا مصدر سلاح، كله كان يتهدد الوزير المعني. خلينا